هذا الحكي مش مزبوط. بس في شغلات إنه إخوان عربتنا 40 بيستوعبوهاش أو بيعرفوهاش بالضبط، اللي هي إنه في أنواع كثيرة، في الصيني، في التركي، في يد أولى يد ثانية. يعني أنا مثلا بروح مثلا بس بجيب من تاجر مستورد، هسا بجوز أجيب أنا مش مستورد أول، مستورد الثاني، هسا بدنا تكون قطعة علي 100 شيكل بصير علي 120، هسا 20 شيكل بينوش لأنه أنا أخذتها من تاجر بدي أبيعها بقديش، بدي أبيعها 140 150 130. هسا هذول المربح تبعي، التاجر الثاني بيكون جايبها 100 بدي أبيعها 120. هسا هم شو مفكروا؟ إحنا عندنا كل شيء مسعر، عندنا محطوط كل شيء على تسعيرة. هسا بيجي يقول هم إنه بغلي منغليش، بالعكس إحنا في مشكلة مش عارفين عربة 48. إحنا منحب الإجراء الغريبي تيجي عندنا، ومنحب الزباين الغريبين يجوا، وعندهم هو إشي حلو إنه إذا ببيع واحدة من عربة 48 من الطيبة مثلا فستان، بتقول لصاحبتها إنها اشتريته من طول كرم من عند فلان الفلاني، ما بتخبي، بتقول اشتريته مثلا من الله من الخديرة أو من تل أبيب أو من هذا. فهي الحلو فيهم، عشان هيك منحب نراعيهم ومنحب يجوا عندنا، ومن قلل السعر قد ما بنقدر. بس هاي هي مقولة، هاي موجودة، بس أنا بقول لك يعني طلع على الفلسطين، طلع على كل شيء بتلاقيه مسعر، فكيف بدي أغلي عليهم أنا كل شيء عندي مسعر؟ هي بصراحة في منه الكلام هذا، بعض التجار بيستغلوا عربة 48، وهذا الإشي يعني جدا بيأثر على السوق، خصوصا بطول كرم كون السوق ضعيف. في بعض التجار مزبوط بيعلوا السعر، خلاص بيعرفوا إنه هذا الشخص جاي من 48 ولا خليني أكسب بزيادة منه. بالعكس هذا الإشي بضرنا ما بنفعنا، لأنه بيطلع بروحه مكان تاني أو منطقة تانية غير طول كرم، بشوف الأسعار أقل ما برجع هون. فهاي المشكلة بتواجه كل التجار هون، سواء اللي له ذنب ولا اللي ما له ذنب. لا احنا ما بنغل الأسعار عربة 48، بالعكس كلاتهم يعني نفس التسعيرة، وبنتبع نظام التسعيري إنه كل قطعة بكون عليها تسعيرة معينة، ما بنغلي أحدا. بعدين كلاتهم يعني شعب واحد، ما في إنه فرق بين 48 وضفي. أعتقد إنه في المحلات الجديدة اللي في طول كرم اللي هي ما بتعرف أهلنا في الداخل، ممكن بتصرفوا هيك تصرفات، بس احنا محلاتنا صلها زمان، كل محل هون صار له 50 60 سنة، نعرف انه ما بيصير هذا الحكي ولازم ندير بالنا عليهم، وبالعكس احنا مشجعهم يجوا وندير بالنا عليهم بالاسعار. فممكن محلات جديدة او الناس التجار اللي نازلين جديد على السوق هذا الحكي. بس والله انا بعرفش، بعتبرها انها فكرة غلط، لانه في ناس هم خلص فكرة سائدة انه معظم بيجوا التجار، يعني معظم عرب اسرائيل اللي بيجوا هون ماخذين فكرة انه اهل البلد بيغلوا عليهم، مع انه انا شايف انه الوضع بالعكس عادي، يعني ممكن من رعيهم اكثر من اهل البلد عنا، عشان نكسب اجرهم عنا هون ويكونوا باستمرار للبلد عنا هون ويعطونا بزيادة عطاء لهم. هذا الحكي مش صحيح. هو المشكلة من البلدية على مواقف السيارات، على العدادات، هي المشكلة. يوفروا لهم مواقف سيارات، العدادات ما يحاولوا انهم يستغلوهم، بس اصحاب المحلات لا، من المحلات ما اعتقدش يعني، او 90% من المحلات مستحيل يعني يستغلوا اخوانا بعرب 48. بل احنا بنتمنى انهم يجوا هون هاي بلدهم، وبنطالب من المحافظة انها تحاول انها تفتح بوابة اجبارة، يعملوا يساووا يشتغلوا على بوابة السك.